قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سنوات طويلة كبر فيها الصغير وشاب فيها الكبير، تزوج فيها العزب، مات فيها خلق كثيرون، حصلت فيها أحداث ووقائع وأمور كثيرات، وانصرم من عمر كل منا جزء طويل، الله أعلم ماذا بقي. الحديث معكم من القلب إن شاء الله تعالى في هذه المدة الطويلة. كان كل منا يسير إلى ربه سبحانه وتعالى، يقطع منازل الطريق مرحلة بعد مرحلة ومنزلة بعد منزلة، يوشك أن يصل، يوشك كل منا أن يصل إلى نهاية الطريق، وهذه هي قضية كل إنسان، وكل عاقل فهو مشغول بهذه القضية، قضية عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر الذي تبصر به القلوب طريقها. في حديث مسلم من حديث أبي مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو، يغدو على ربه سبحانه وتعالى، يسير في طريقه إلى الله عز وجل، يقطع منازل الطريق. بالأمس كنت طفلا صغيرا، وأنت اليوم شاب، وغدا يهرم الشاب، وبعد غد يموت. هذا في أحسن الأحوال إذا مرت به كل المراحل، وإلا فمن الناس من لا يدرك هذه المراحل كلها. إذا كانت هذه القضية التي ينبغي أن تشغل كل منا، فهذه القضية قضية القضايا في الحقيقة، إنما هي عناصر ثلاثة: إنسان، وهدف وضع له، وزمان يعمل فيه. هذه قضية كل منا. أنت الإنسان الذي خلقك الله عز وجل وميزك وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت الإنسان الذي ميزك الله عز وجل بالعقل، وعامة البهائم جبار عجماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا عقل لها ولا تكليف. ميزك بإرسال الرسول وإنزال الكتاب
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الكرامة من الله عز وجل، أكرمنا بخير كتاب أنزل وأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. أنت هذا الإنسان موضوع هذه القضية، إنما يعنيك نفسك في المقام الأول. هذا الإنسان إنما هو جسد وروح، جسد وروح، وبهذا صار الإنسان إنسانا. هذا الجسد يجرك إلى الأرض وينزل بك إلى المعاني البهيمية، ثقلة الدم واللحم والأرض. ولهذا لو استسلم الإنسان لجسده وحاجاته لقتلته الشهوات ولصار أسوأ من البهائم العجماوات. وكل إنسان إنما هو جسد وروح، وهذا الجسد إنما فيه من معاني البهيمية. تأتي الروح تضبط المسألة، ففي الروح معنى من المعاني الملكية، وبهذا يكون في الإنسان طبيعتان ويجتمع في كل منا طبيعتان: طبيعة بهيمية إذا غلب حاجة الجسد واستسلم لحاجاته وشهواته وكان همه ثقلة الدم واللحم والشهوات، لكن إذا غلب حاجة الروح وغلبت الطبيعة الملكية يرتقي الإنسان ويستشعر من المعاني ما يسمو به على حاجة الجسد. ولهذا أنزل الله عز وجل القرآن، لماذا؟ حتى يضبط هذا المعنى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه المعاني، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، هذه المعاني لا يدركها إلا الموفقون الذين يغلبون حاجات الروح، والتي بها يصير الإنسان إنسانا مكرما. على مدار السنة يتراجع الإنسان وتغيب عنه المعاني وتغلب الطبيعة البهيمية الطبيعة الملكية، وهنا تأتي رحمة الله عز وجل بمواسم الطاعات التي تدرك العبد. لو ترك الله عز وجل الناس لشهواتها ولأحوالها لغلبت الطبيعة البهيمية الطبيعة الملكية، ومن ثم يتيه الإنسان في أودية الدنيا ويضل والعياذ بالله. لكن تأتي مواسم الطاعات كما رأينا في رمضان، كلنا في رمضان كان سعيدا، وكلنا في رمضان كان آنسا، وكلنا في رمضان كان منضبطا معتدلا. لماذا؟ لأنه عندما تأتي مواسم الطاعات كرمضان وموسم الحج وأيام عاشوراء وعرفة وغير ذلك من مواسم الطاعات، عندما تأتي هذه المواسم تغلب الطبيعة الملكية الطبيعة البهيمية، فيجدد الإنسان إيمانه ويراجع دينه ويعالج توبته، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يخلق أو يخلق يعني يبلى يصير قديما. الإنسان إذا بلي ثوبه ماذا يفعل فيه؟ يسعى في تجديده، إما بشراء ثوب جديد أو بإصلاح الثوب القديم، كأن يرقعه أو
يغسله ويعيد هندامه، هكذا القلب، قلب كل واحد منا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلى، يصير خلقا قديما تضيع منه المعاني، بل ربما يفقد العبد قلبه ولا يعود له قلبه على النحو الذي ربما كان يعرفه من نفسه، كان يعرفه مثلا في رمضان في العشر الأخير وهو يتحرى ليلة القدر، مع دوام الأسابيع والشهور يتيه هذا المعنى ويضيع من العبد، فيكون بحاجة إلى موسم بعد موسم حتى يضبط سيره إلى الله عز وجل، وحتى ينضبط سلوكه في هذه الدار، ولا يكون ذلك إلا بهذا التوازن الذي يحدثه كل منا. ولا شك أننا عالجنا هذا المعنى. نحن الآن حدثاء عهد برمضان، كيف كنت في رمضان؟ هل كنت سعيدا أم كنت خلاف ذلك كعادتك بقية السنة؟ لا شك أننا في رمضان جددنا إيماننا، عالجنا توبتنا، راجعنا ديننا، هذا المعنى هو المقصود، حتى يصير به الإنسان إنسانا. الإنسان هو هذه القضية المهمة التي ينبغي أن يعني تكون نصب عينيك. وحين نقول الإنسان لا نقول ذلك الإنسان الذي هو كل المخلوقات إلا أنت، هذا صنيع الغافلين. بعض الناس يتحدث عن الإنسان كأنه هذه الملايين والمليارات إلا هو، يجعل الناس جميعا في دائرة ويخرج خارج هذه الدائرة ويتأمل ويوصف القضية ويصف العلاج، ويعني ربما بالغ في نصح غيره ونسي نفسه، وإنما يعنيك نفسك في الحقيقة. هذا الإنسان الذي فيه الطبيعة البهيمية والطبيعة الملكية هو مطالب دوما أن تغلب الطبيعة الملكية الطبيعة البهيمية، حتى يحافظ على قربه من الله عز وجل، حتى يستمتع بهذه الآيات التي يستمع إليها، حتى يستمتع بهذه الحكمة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينفعه قليل الكلام، وإلا لصار كثير الكلام لا ينفعه. نحن اعتدنا على حضور المحاضرات والمجالس وسماع الخطب، وربما يكون المردود قليلا. لماذا؟ لأننا يعني لا نهتم بالقرآن الذي هو وحي الله عز وجل، الذي هو حياة القلوب، والذي هو يعني شفاء الأبدان كما أخبر الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن الذي جعله الله عز وجل حياة لموات القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا غلبت الطبيعة الملكية أدركت معنى هذا الكلام، وعرفت أن قليلا مما تسمعه من آيات الله عز وجل هذا يعالج قلبك ويرده إلى حالته الأولى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا صفت القلوب وصحت فإنه يكفينا أن نستمع إلى كلام الله عز وجل. ولهذا يقول ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإذا وجدت قلبك، وإلا فسل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. يعني من لم يجد قلبه عند سماع القرآن، ومن لم يجد قلبه
في مجالس الذكر كهذا المجلس، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كما نفعل الآن، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قالوا في أوقات الخلوة، لأن العبد إذا خلا بنفسه يخلو بربه فيتأمل في سيره وفي سلوكه وفي طريقه إلى الله عز وجل، من أين وإلى أين وكيف يكون المصير. إذا كان الأمر كذلك فإنه لابد أن يرق ولابد أن يراجع نفسه، كما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظر كيف أن الطريق سهل ويسير، لا يحتاج إلى محاضرات وإلى يعني كثير كلام وإلى كثير تنميق للمعاني. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن ونحن نستمع القرآن، في مجالس الذكر ونحن نحضر من مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة، فإن وجدت قلبك وإلا فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا. هذا الأثر خرج من مشكاة النبوة، هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبك. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إذن الإنسان قضيته أن يستديم هذا المعنى، معنى الإيمان بالله عز وجل، المعنى الذي يستشعر معه السعادة والأنس بالرب سبحانه وتعالى واجتماع القلب على الرب. ما حاجة الإنسان من هذه الدنيا إلا هذا المعنى؟ وأنت خبير بأنك لم تذق طعم السعادة إلا ربما في رمضان، ربما في العشر الأواخر، وأنت تتحرى ليلة القدر، وأنت تترك مواعيدك وأحوالك وضيوفك وأهلك وأولادك وتأوي إلى بيت الله عز وجل تعالج هذه المعاني. إذن هذا العنصر الأول في قضية كل واحد منا الإنسان، الذي هو أنا إذا تكلمت أتكلم عن نفسي، والذي هو أنت إذا فكرت في هذه القضية فإنما يعنيك نفسك، وهذه النفس إنما هي الجسد والروح، الطبيعة البهيمية والطبيعة الملكية، وأنت تصارع في أن تغلب الطبيعة الملكية الطبيعة البهيمية، أو على الأقل تتوازن معها حتى يصير لك من الشأن عند الله عز وجل. وإلا فإن العبد قد حف الطريق بالشهوات، حفت يعني النار بالشهوات، وفي طريق العبد من حيث هو عبد فيه المادتان، مادة الطبيعة البهيمية ومادة الطبيعة الملكية، زينت له الشهوات كما أخبر الله عز وجل امتحانا واختبارا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الإنسان ينشغل بكل معاني الدنيا ويشتهيها، يشتهي النساء، يشتهي الولد، يشتهي الأموال بأنواعها، يشتهي أن يكون عنده أرض وزراعات، يشتهي أن يكون عنده أموال من خيل مسومة وأنعام، وأن يرعى كل يعني صاحب باب من هذه الأبواب. كل هذا ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. حسن المآب إنما يكون لهؤلاء الذين أحدثوا التوازن بين الطبيعة الملكية وبين الطبيعة البهيمية. ولهذا قال بعدها: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أي بخير من هذه الشهوات المزينة التي يتكالب عليها الناس، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أي عباد؟ الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، مشغولون بهذه القضية
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه المعاني ينبغي أن تشغل الإنسان إذا كان موفقا. وأظن أن مدار موسم رمضان كان على هذا، كان الناس مشغولين بتحقيق التوبة وأن يراجع دينه وأن يجدد إيمانه، كان الناس مقبلين على كتاب الله عز وجل يقرؤونه ويدرسونه، مقبلين على المساجد وعلى سماع الموعظة. هذا هو العنصر الأول في قضيتك، الإنسان الذي هو أنت. العنصر الثاني في القضية هو الهدف الذي تسعى إليه، وكل واحد منا لا بد إذا كان يسير في طريق فإنه ما دام يختار طريقا فإنه يعرف ماذا يريد من هذا الطريق. هذا الهدف في الحقيقة الذي ينبغي أن ينشغل به كل من أنت تسير إلى الله عز وجل، شئت أم أبيت أنت تسير. حتى الذي لا يعرف هذا المعنى هو من حيث لا يشعر يسير، يسير إلى ربه سبحانه وتعالى. لقي الفضيل رجلا فقال له: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فانظر أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، توشك أن تبلغ. الرجل انزعج، مع أنه في الحقيقة هكذا يفعل، انزعج ويعرف أن عنده 60 سنة ويعرف أن العمر يمر به، لكن انظر كيف فجأه هذا الواعظ: كم أتى عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فانظر أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، توشك أن تبلغ. فانزعج الرجل، قال: فما الحيلة يرحمك الله؟ قال: يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. إذن الذي يدرك أنه يسير إلى ربه يسير، والذي لا يدرك أيضا هو أيضا يسير. أنت تسير شئت أم أبيت، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق: كل الناس، ولم يستثني أحدا، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أنت تغدو على ربك سبحانه وتعالى، إلى أين؟ إلى الهدف الذي تريده. أي هدف؟ قد يختلف الناس في هذه الأهداف، لكن كل إنسان لا بد أن يكون له هدف. من الناس من لا يعرف هذه القضية، هذا الذي غلب الطبيعة البهيمية جدا حتى قتلت الطبيعة الملكية، فأصبح لا يدري شيئا عن القضية، كما قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. غفلوا عن هذا المعنى، غفلوا عن هذه القضية، كانوا يسيرون إلى الله وانتهى بهم السير، ومع هذا لم يدركوا هذه القضية. كثير من الناس الآن إذا قلت له: ما هدفك في الحياة؟ ما يستطيع أن يجيب، يشعر أن السؤال ثقيل وأن السؤال مفاجأة، وقد يقول لك: أول مرة أسمع هذا الكلام. وبعض الناس قد يجيب لكن إجابات يعني خائبة، يقول لك: هذا في أن أشتري أرضا وأن أبني دارا وأن أزرع يعني مساحة كبيرة وأن أحصل مالا وأن أنتهي من شهادة وأن يكون لي منصب. هذه في الحقيقة نفس الطبيعة البهيمية، لأنها نفس الشهوات الأرضية، نفس ثقلة الدم واللحم والأرض. هذا في الحقيقة ليس الهدف. وقليل من عبادي الشكور، قليل من عباد الله الذي يشكر نعم الله عز وجل، ومن ثم يدرك ويبصر الهدف الذي لأجله خلقه الله عز وجل. هذا الهدف في الحقيقة أبى الله عز وجل إلا أن ينص عليه، ما تركه لاجتهاد الناس. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا في الحقيقة هو الهدف، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تزكية هؤلاء الذين يسيرون في هذا الهدف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. واعجب لفضل الله عز وجل، لكن اعجب أيضا: من كانت الدنيا همه
فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هو في الحقيقة خسر الدنيا والآخر لما غلب الطبيعة البهيمية. إذن صاحب الهدف يعرف إلى أين يسير، هو يسير إلى حيث أراد الله عز وجل له. هو يعرف أنه ميت ميت، أنت نحن أبناء الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. إذا كان الأمر كذلك، وهو والله كذلك، انظر أنا أقول كنت منذ 30 سنة في هذا، في هذه 30 سنة كم يعني تغير. هذا المسجد كان تحت ما كان فوق، ولم يكن بهذه التجهيزات وهذه المكيفات وهذه لكن في الحقيقة المكان هو المكان، والجدران هي الجدران، لعلها يعني ارتفعت يعني شيئا. لكن أين الناس؟ الناس منهم من مات، ومنهم من تغير، ومنهم من كبر، ومنهم من مرض، ومنهم ومنهم، والذي بقي فإنه سوف يلحق بالذي مضى. إذا عرف الإنسان هدفه فهذا هو السعيد الذي يسير في الطريق الصحيح. الكل يسير، كل الناس يغدو، لكن فرق بين غدو وغدو، فرق بين سير وسير. فبائع نفسه الكل، لكن فمعتقها أو موبقها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أنت كادح كدحا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنت تكابد وتعالج وتكدح من أجل أن تسير إلى ربك سبحانه وتعالى، توشك أن تصل. وإذا وصلت فإلى أين؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. ينبغي أن تكون هذه القضية هي العنصر المهم بعد أنك عرفت أنك إنسان. العنصر الأول أين يسير وكيف يسير، لابد أن يعرف أن له هدفا. هذا الهدف هو في الحقيقة تحقيق عبودية الله عز وجل. من أدرك كيف يجعل الآخرة نصب عينيه، كيف يجعل تحقيق عبودية الله عز وجل هو الهدف الذي خلق له، هذا في الحقيقة هو الموفق الذي يوشك أن تفتح له أبواب الجنة إن شاء الله عز وجل. يوشك عند موته أن تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه في الحقيقة القضية التي إذا عرفها من عرفها فهو السعيد حقا. وهذه القضية، قضية الهدف، هي التي كانت تشغل المؤمنين. بمجرد عقد الإيمان لا بد أن يرتبط بذلك، أن يعرف هدفه الذي خلق له. حتى لو كان حديث عهد بجاهلي، كان الرجل يعيش على الكفر ما شاء الله، وبمجرد أن يسلم فإنه يفهم أن معنى كونه مسلما أنه قد صار له هدف لا بد أن يسعى في تحقيقه، حتى لو لم تكن له كبير خبرة بالطريق كأمثاله. نحن مولودون في هذا يعني الدين، ومولودون على هذا الطريق، ونسمع الأذان ونرى المساجد ونستمع الذكر، ومع هذا قد تغيب عنا هذه الموعظة. لكن انظر إلى رجل أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمجرد أن أسلم وجد الناس يجاهدون، عرف أن الإسلام هذا قضية لا بد أن يضحى في أجلها أو من أجلها بالغالي والنفيس. فذهب الرجل وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسرعان ما غنم المسلمون غنائم وانتصروا، وكانت لهم الغنائم وأحلت لهم الغنائم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل بقسمه من المغنم، كان مشاركا في المعركة أول ما أسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فأتاه نصيبه. فالرجل تعجب، الرجل كان معجون في الدنيا وكان كافرا يحرص على كل لعاعة في الدنيا، ومع ذلك لما جاءه قسمه أتى به وكأنه في غاية الغرابة والعجب، كأنه تغير تغيرا جعله ينظر إلى الدنيا نظرة احتقار. جاء بنصيبه وقسمه من الدنانير والدراهم والمتاع، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال حظك من المغنم.
قال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك على أن يدخل سهم منها هنا فيخرج منها هنا فأقتل فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. يعني لو أنك صادق فعلا في نيتك وفي إرادتك وجه الله عز وجل، وفي أن تكون في أعلى درجات المؤمنين، صدقك الله عز وجل. ثم سرعان ما قامت المعركة مرة أخرى، لأنهم كانوا دائما يعني في صراع بين الحق وبين الباطل، فجيء بهذا الرجل مقتولا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كثر والشهداء يعني كثيرون، وكأنه لما لمحوا ظن أنه نفس الرجل. قال: أهو هو هذا الرجل الذي كان بالأمس؟ قال: يا رسول الله، هو. قال: صدق الله فصدقه الله. انظر كيف كان الهدف يستولي على عقل الإنسان وتفكيره وهمته وروحه وأدائه، بحيث لا يغيب عنه هذا المعنى. هذه ما تحتاج في الحقيقة إلى كثير محاضرات وكثير مواعظ، بقدر ما تحتاج إلى صدق. إذا عرف العبد كيف يصل إلى هدفه الذي خلقه الله عز وجل لأجله، ولهذا كانت قضية الهدف من الوضوح، بحيث لا يكون أي غبش عند الصحابة رضي الله عنهم والموفقين من عباد الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كان يقوم بخدمته، ربيعة الأسلمي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا ربيعة سلني، يعني اسألني أنت، لماذا لا تسألني؟ الناس يعني في الرواح والذهاب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه كل شيء. هذا يسأله يعني خادما، وهذا يسأله مالا، وهذا يسأله زوجة. قال: يا ربيعة سلني. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. الجواب عجيب، ليس بهذا يعني يسأل الناس. واحد يذهب للحاكم والإمام والمسؤول الذي بينه بين يديه ما أفاء الله عز وجل به على المؤمنين، يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أو غير ذلك؟ يعني خلاص هذه أدعو لك بها، سلني غير ذلك. كان ممكن الرجل يقول له: خلاص مع هذه يعني أعطيني كذا وكذا من الدنيا. قال: لا يا رسول الله، هو ذاك. انظر، لا يفكر في حتى لو عرض عليه شيء آخر، قال: لا، هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن قضية الإنسان يكون يعرف هدفه، وأن أنه يعني يسير إلى الله عز وجل ويغدو غدا على ربه، وأنه ليس ثمة إلا الجنة أو النار، وأنه مطالب أن يتقي النار وأن يجتهد أن يعمل بعمل أهل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظر إلى كلمة زحزح، هذه تشعر أن المسألة يعني ثقيلة، يحتاج الإنسان حتى يخرج من النار إلى أن يعني يتزحزح. شوف لما تيجي يعني تزحزح شيئا ثقيلا من مكانه، واحد بينقل الدولاب بتاع غرفة النوم وحده، كيف يحمله؟ لا يستطيع، فيحاول أن يعني يزحزحه ربما برجله إن لم يستطع بيده. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن القضية خطيرة، لا بد أن يكون نصب عينيك أنك غدا ميت، وأنك غدا مسؤول، وأنك غدا غاد على ربك سبحانه وتعالى، وأنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. عجيب والله، ما منا من أحد يعني أنت، سيكلمك ربه، ليس بينه وبينك ترجمان، يعني سيكلمك بلغتك إن كنت عربيا أو كنت يعني إسبانيا أو كنت طليانيا أو كنت يعني ما كنت، فالله عز وجل سوف يكلمك. يدنو الرب من عبده يوم القيامة فيقرره بنعمه، أي فلو، يعني يا فلان ألم أحبك، يعني ألم أعطك، ألم أنعم عليك، ألم أزوجك، ألم أزرك ترأس وتربع، يعدد عليك النعم وأنت تقر بهذه النعم. ولهذا يقول: فما عملت فيها. إذن إذا جعلت الهم هما واحدا في هذا الهدف الذي خلقك الله عز وجل لأجله، فهذه قضية لا بد أن تكون يعني على بينة منها. بقي إذا عرفت أن القضية كلها إنسان الذي هو أنت،
وهدف نصبه الله عز وجل لك، كيف تصل إلى مرضات الله، كيف تصل إلى الجنة، كيف تزحزح عن النار. وهذا في الحقيقة لا يكون إلا بتحقيق عبودية الله عز وجل. ما بقي إلا القضية الثالثة والعنصر الثالث، وهو الزمان، لأنك ما تستطيع أن تحقق هذه المعاني إلا في وعاء، هذا الوعاء هو وعاء الزمن. الإنسان وهدفه والمساحة التي يتحرك فيها وعاء الزمن. ولهذا في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة رقيقة جلس بين أصحابه ويعني وضع نقطة على التراب ووضع حولها مربعا، ثم رسم داخل هذا المربع نقطة وخارجه نقطة، وأشار داخل المربع وقال هذا الإنسان، هذا الإنسان، وأشار إلى النقطة الخارجية القريبة وقال، أو أشار للنقطة البعيدة أولا وقال وهذا أمله، وأشار للنقطة التي أقرب من هذه وقال وهذا أجله، يعني الإنسان وأمله وأجله. قال بينما هو يعالج هذا، يعني يعالج الأمل الطويل، إذ سبقه هذا، الأجل دايما يسبق الأمل. كل واحد فعلا يقول يعني بعد 10 سنوات إن شاء الله أنا ممكن يكون عندي كذا وكذا، وعلى 20 سنة يقول يكون عندي أولاد، إذا كان ما تزوج يكون عندي أولاد وكبار، وإذا كان عنده أولاد يقول لك بعد 20 سنة يكون أولاد كبروا ويساعدوني ويعينوني على مسائل. دايما كل إنسان عنده من الآمال العريضة والطموحات الطويلة، بينما هو يعالج هذه الأمال النقطة البعيدة قال إذ بغته هذا، يعني الأجل دايما الأجل أسرع من الأمل. هذا الأجل في الحقيقة هو المساحة التي تتحرك فيها العمر، الزمن الذي أقسم الله عز وجل به لخطورته، والضحى والليل والعصر، كل هذه المعاني. هذا الزمن هو العنصر الثالث الذي تتحرك أنت فيه، هذه المساحة التي تعيش فيها والتي هي رأس مالك في الحقيقة. كل واحد من رأس ماله هو هذا الزمان الذي يعيش. وأنت تعجب لحكمة الله عز وجل، ينشأ الإنسان صغيرا ويموت وهو صغير لما يعني يبلغ، وبعض الناس يبلغ في أول البلوغ يموت وهو شاب فتى، وبعض الناس يؤخر إلى الكهولة، وبعض الناس يتأخر إلى أن يعني يشيخ، وبعض الناس يرد إلى أرذل العمر، وليس أحد يدري في الحقيقة كيف يكون أجله، ويبقى هذا الأمر يعني أمرا غيبيا. ومن ثم يكون هذا مبعث الخوف عند كل من، هل أنا سأعمر حتى يعني أدرك تحصيل هذه المعاني التي أريدها في الدنيا أو حتى في الآخرة، أو أن الأجل يكون قريبا. القضية الثالثة التي لا بد أن تنشغل بها هذا الأجل الذي هو في الحقيقة يعني خوفنا الله عز وجل وحذرنا من سرعة انقضائه، وبين الله عز وجل لنا أن هذا محل امتحان عظيم، ما من أحد يوم القيامة إلا ويكون قضية الأجل والعمر الذي عاشه إما محل ثناء من الله وإما محل تبكيت من الله عز وجل. أما الموفقون فإن الله عز وجل يثني عليهم في إنفاق هذا الأجل وهذا العمر، كبر أم صغر، طال أم قصر، فيما يرضي الله عز وجل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أهل النجاة. لكن الفريق الآخر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم يعني أولم نعطيكم في الدنيا أعمارا ما يتذكر فيه من تذكر، يعني لو كنتم تنتفعون لانتفعتم، كان بإمكانك في هذا الأجل الذي انتهى بعد أن ينتهي أن تسير إلى الله، أن تسبق إلى الله عز وجل، لكن لم يفعل هذا الأبعد، ولهذا يكون عمره تبكيتا وتقريعا وإهانة، حيث لا ينفع الندم ولا حول ولا قوة إلا. فهذه القضية الثالثة، الإنسان وهدفه أمله وأجله، هذا الأجل ينبغي
أن ينشغل العبد به، ومن ثم هذا العمر الذي يعيشه كل منا، وهذه الحياة التي يعيشها، وهذا الزمان الذي يعيشه، ينبغي أن ينشغل فيه بماذا؟ أن ينشغل فيه بتحقيق هذا الهدف الذي لأجله خلقه الله عز وجل. كيف ينشغل؟ كيف ينشغل في زمانه هذا؟ ينشغل بالقضايا التي تنفعه في الحقيقة. وهناك جملة من القضايا لو أن العبد ملأ بها زمانه، وملأ بها أوقاته، وملأ بها عمره، يكون أسعد الناس، ويوفق في تغليب الطبيعة الملكية على الطبيعة البهيمية من حيث هو إنسان، ويوفق في إصابة الهدف الذي خلقه الله عز وجل لأجله، وهو تحقيق عبودية الله عز وجل. جملة من المعاني هي أيسر ما يكون، هي ميسرة، هذه المعاني التي أرسل الله بها الرسل، والتي أنزل الله عز وجل بها الكتب، والذي رسم بها الرسل الطريق إلى الله عز وجل. من أعظم هذه المعاني التي ينبغي في هذا العمر الذي تعيشه أن تنشغل بها، قضية أن تكون واضح الهدف، تعرف من أين وإلى أين، قضية أن تكون مرتب الأولويات. عندما تتزاحم كل إنسان منا، تتزاحم عليه يعني أمور كثيرة في هذه الحياة الدنيا، والموفق من يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير، فلا يقدم نافلة على فريضة، ولا يقدم حاجة جسد على حاجة روح، وإنما يعرف كيف ينظم نفسه. من هذه المعاني المهمة التي لا بد أن يستصحبها كل منا في عمره وفي زمانه الذي هو وعاء عمله، أن يكون يعني مشغولا بما يقربه إلى الله عز وجل. إذا عرفت أنك ميت ميت، فحاول أن يكون لك عند الله عز وجل رصيد. وهذه القضية كانت تشغل الناس ليس فقط في مجرد العمل، إنه يعمل ويصلي ويصوم ويزكي، هذا وارد، لكن حتى في الأفكار، حتى في المجالس التي تكون بين الناس بعضهم وبعض. كان الصحابة والتابعون وتابعوهم كانت لهم مجالس تأمل، ومجالس فكر، ومجالس مذاكرة، كانوا إذا جلسوا يذكر بعضهم بعضا بهذه القضية، كما في هذا الأثر العجيب يقولون اجتمع أربعة نفر في صحن الكعبة، في صحن الكعبة. ونحن نذهب أحيانا إلى العمرة والناس نجدهم حتى هم جالسين في الكعبة يتكلمون في الدنيا، لكن انظر، اجتمع في صحن الكعبة مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان، ثلاثة من التابعين، وعبد الله بن عمر هذا صحابي رضي الله عنه، اجتمعوا في صحن الكعبة كأنهم تلاقوا في يعني عمرة أو نحوها، وصاروا في مكان واحد. فقال لهم، مهم جدا أن ندرك شرف الزمان وأن ندرك شرف المكان. بعض الناس إذا التقى في الكعبة يقول له الحمد لله على السلامة، وانت فين، والناس اللي في البلد عاملين ايه، وفلانة اتجوزت، وفلانة ولدت ولا ما ولدت، وفلانة يعني فرحها امتى، وفلان مات، وفلان سافر، وفلان. يا أخي انت في زمان شريف وفي مكان شريف، انشغل بغير ذلك. فقال لهم مصعب بن عمية، مصعب ابن الزبير، تمنوا حتى الأفكار، تمنوا، خلينا نتمنى، ماذا تتمنوا أو ماذا تتمنوا؟ فقال له ابدأ أنت، يعني أنت صاحب الفكرة وصاحب السؤال، تمنى أنت. فقال مصعب بن الزبير أتمنى ولاية العراق والزواج من عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، اثنين من النساء يعني كانوا مشهورين بالشرف والنبل والجمال في ذلك الزمان، واكتفى بهذا. فجاء الدور على الثاني عبد الملك بن مروان، قال وأنا أتمنى خلافة المسلمين، يعني أن أكون خليفة للمسلمين. وجاء الدور على الثالث عروة بن الزبير، قال وأنا أتمنى الفقه وأن يحمل عني الحديث. قال الراوي، شوف السرعة الخاطفة، قال وتمنى ابن عمر الجنة. لما وصل ابن عمر، شوف حتى الأداء الأثر، قال وتمنى ابن عمر الجنة، ما فكرش كتير، يعني شاف واحد يقول ولاية العراق
والزواج من عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، كأنه ما عجبوش الكلام. والثاني قال خلافة المسلمين، هو بيسمع. والثالث قال أن الفقه وأن يحمل عني الحديث. فلما جاء الدور على ابن عمر قال الرو تمنى ابن عمر الجنة، يعني قالوا أنا أتمنى الجنة. انظر الفرق بين الناس. وأعجب ما في هذا الأثر أن الله عز وجل يعطي كل إنسان على قدر نيته، لأن الحقيقة إن ده اللي حصل. صار مصعب بن الزبير واليا على العراق، وتزوج فعلا من المرأتين، وصار عبد الملك بن مروان خليفة في زمانه. وأما عروة ابن الزبير أخو مصعب فكان الفقهاء السبعة. أنت تسمع الأسانيد في الصحيحين وغيرهما عن عروة ابن الزبير عن أبيه عن النبي، وغالبا ما يروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الفقهاء السبعة. إذا أنت بهذا الأثر تدرك أن أيضا إن شاء الله تعالى، وهذا الذي يستقر في نفوس المؤمنين، أن ابن عمر شيخ الصحابة في زمانه ينال ما تمنى. وهنا نكتة عجيبة جدا تدلك على أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قال إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، يعني الله عز وجل يعطي العبد من العون على قدر مؤونته، يعني على قدر ما نوى وعلى قدر ما عزم. ولهذا الذي نوى أن يختم القرآن في شهر يعينه الله، وهو لم يفكر في أكثر من هذا. بعض الناس مؤونته وقدرته وسعيه أن يختم مرتين في الشهر فيعينه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يختم ثلاث مرات في الشهر فيعينه الله، وتجد أن كل واحد بذل ما عنده. اللي ختم مرة يقول لك والله أنا بختم مرة ويعني يدوب عليه، واللي ختم مرتين في الشهر يقول لك الحمد لله أنا كده، واللي ختم ثلاثة نفس الكلام. في الحقيقة الجهد واحد، بس هو هذا مؤونته، فأعطاه الله من المعونة على قدر المؤونة. كل واحد ما انظر في مؤونتك. القضية ليست في أن الله عز وجل هو الذي يعني يقتر عليك. أنت بعض الناس لا يتمنى، بعض الناس في ليلة القدر بيضيع الليلة كلها، يا رب ارزقني مالا كثيرا، اللهم ارزقني مالا، اللهم اجعل لي أكثر أهل البلد مالا. سبحان الله، هو ما فكر إلا في هذا، أو يفكر في زوجة أو يفكر، ولم يفكر في أن يسأل الله عز وجل منازل النبيين في الفردوس الأعلى والصديقين والشهداء، ولم يشغل نفسه بأن ينال الشهادة فيه، ولم يشغل نفسه أن يفتح الله له من العلم والحكمة. إذن هو الذي هذه مؤونته وهذه معونة الله سبحانه وتعالى. إذن مما تشغل نفسك به في هذا الزمن، في هذا العمر، في رأس مالك وأنت تسير إلى الله عز وجل، أن ترفع همتك، اجعل دائما همتك أعلى. بعض الناس همته في لقمة خبز، واحد يقول لك يا سلام لو الواحد كده يعني يطلع له رغيف خبز كده هو لسه طالع من الطابونة، سبحان الله، ويقول لك بس كفاية كده، أو لو هو طالع هو سخن ويعني شكله، سبحان الله. والتاني يقول لك يا سلام لو ما لو معاه يعني طعمية وهي لسه يعني، سبحان الله، هو هكذا آخره. والثاني يقول لك لا لو أتمنى لحما أو شواء. والرابع إذن خل دايما ارفع همتك، لا تكن همتك في يعني هذه الخسة، آخرك الدنيا والمال والشهوات وما يعني يبقى وما يفنى ولا يبقى. لا، خلي همتك يعني أعلى من هذا. في مرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فتعجب من أن أبا هريرة من أهل الصفة، رجل فقير وليس عنده شيء، والصحابة يعني يكثرون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون. فقال له يا أبا هريرة ألا تسألني من هذا المال الذي يسألني أصحابك؟ يعني الناس راحة جاية، هذا يطلب يعني بغلة توصله، هذا يطلب يعني ناقة تحمله، وهذا يطلب. قال أسألك أن تعلمني، لم يزد على هذا، أسألك أن تعلمني. أبو هريرة متأخر في الإسلام، أسلم في السنة السابعة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من ثلاث سنوات، ومع هذا انظر التوفيق. ولهذا صار أبو هريرة حافظ الإسلام. قال أسألك أن تعلمني، قال ابسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني
خلاص. فقال فما نسيت شيئا سمعته، كان آلة. ولهذا أنت تسمع في كل الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الإسلام. انظر الهمة العالية، هذا موفق، ولو كان طلب مال سيموت ويموت المال، لكن طلب علما بقي العلم، إذ العلماء ورثت الأنبياء. فمن أنفع ما ينشغل به العبد في هذه الحياة الدنيا وهو يسير إلى الله عز وجل أن يجتهد في رفع همته، وأن تكون همتك فيما يقربك إلى الله عز وجل. من أنفع ما تستغل به زمانك أيضا وأنت تسير إلى الله عز وجل أن تحمل هذه الأمانة التي أخبر الله عز وجل أنها عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت حملت هذه الأمانة، أمانة التكاليف التي كلفك الله عز وجل به، أمانة نفسك وأمانة ولدك وأمانة أهلك وأمانة وطنك، هذه كلها أمانات. إن الله سائل كل مسترعى أمانة حافظ أم ضيع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعاء هذا الزمن الذي هو وعاء العمل ينبغي أن يكون شغلك فيه بهذه الأمان، أن تحمل هذه المسؤولية. بعض الناس لا يحمل إلا مسؤولية إطعام أولاده وتربيتهم، وهذا في الحقيقة مهم ومطلوب، وهذه من الأمانات، لكن الأمانات أوسع من هذا. نحن لسنا يعني مؤتمنين على أن نقوم بعلف الأولاد كما نعلف يعني البهائم طعام بعض. ولذلك بعض الآباء إذا اختلف مع ولده ماذا يقول له؟ يقول أنا ربيتك وأكلتك وشربتك وجبت لك أحسن لبس. هذه المعاني كلها في الحقيقة يعني هذه تربية وتسمين، ليس هذا الأمانة أن يعني تربيه على القيم، أن تقربه إلى الله عز وجل، أن تحرص على أن تعلمه ما أمره الله عز وجل به. مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن القضية ليست تسمين، وإنما القضية قضية تعليم وإرشاد ويعني وقاية. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه كل أمانات في الحقيقة، أنت نفسك أمانة ينبغي أن تسير بها في طريق الجنة، أهلك أمانة، أولادك أمانة، بل تتسع الأمانات، الأرحام والجيران والوطن كله أمانة عموما، وخصوصا في زمان كهذا ونحن بفضل الله عز وجل فجأة، وهذه من منة الله علينا، وجدنا أنفسنا في تغير شديد. من كان يحلم أن يكون الرئيس الجمهورية الحمد لله صاحب مشروع إسلامي؟ ده ما كانش بيصلي رئيس الجمهور، ده احنا ما كنا فيه رئيس جمهور كان بيصلي إمام بالناس، ولا حتى كان يعرف اللي بيجي المسجد في العيد لما يجي يصورهم. الآن صار عندك رئيس وصار عندك وزراء يعني كثير منهم، ورئيس وزراء وهذا ملتحي، وهذا يعني يأمر الناس بأن يجتهدوا في رمضان، وهذا يحمل. هذه في الحقيقة يعني لا ينبغي أن نتفرج على هذا فقط ونحن مسرورون، ينبغي أن نساهم، فإن تغيير الأمر وإدارة الصراع الحضاري بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين المشروع الإسلامي الرباني الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشروع الغربي المستورد الذي يعني سئمنا منه على مدار عقود طويلة، هذا لن يقوم برئيس جمهورية وحده ولا فريق معاون، هذا يقوم به كل الناس. وهذا معنى الأمانة، أن تحمل الأمانة، أن تتحمل المسؤولية، أن تسعى في إصلاح نفسك وأهلك ووطنك، أن تتجنب يعني الرشوة وتتجنب التعامل بالربا وتتجنب يعني سيء الأخلاق، وأن تكون متفائلا في إحداث التغيير الذي يليق بشرف هذه النسبة التي ننتسب إليها. هو سماكم المسلمين، المسلمون هم أشرف الناس على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة. حمل هذه الأمانة وتحمل هذه المسؤولية
ليس مسؤولية ولاة الأمور فقط، وإنما هذا مسؤولية كل واحد منه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا الزمن الذي هو وعاء العمل نحن ننشغل بهذا كله. من أنفع ما تنشغل به أيضا أن تستقيم على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل، أن تكون صاحب عبادة، مهموم همك أن تعبد الله سبحانه وتعالى. لما رأى ابن عمر رضي الله عنه في زمان الصحابة رؤيا، رأى أنه يعني أخذه رجلان وصعد به إلى يعني أعلى السماء، حتى يعني نظر إلى مكان فيه يعني ناس يعذبون وهو واقف، فقيل له ليس هذا مكانك، فأخذه يعني الناس وذهبوا به إلى مكان آخر يعني فيه من المروج ومن فلما يعني أصبح قص هذه الرؤيا على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. الرسول كان يثني على أصحاب العبادة، لما جاءه جبريل وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، قال له واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أن تكون صاحب عبادة، مهموم دائما بصلاة الفجر، يعني إذا نمت لا بد أن يكون همك أن تستيقظ لقيام الليل ليس فقط للفجر. ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح، أصبح عندهم يعني استيقظ على الفجر مش الساعة 8 ولا 9، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني لو صحيت الفجر عجيب، أمال كان مطلوب تعمل إيه؟ تصحى قبل الفجر تصلي ما كتب الله عز وجل لك، زي ما كنا نعمل في رمضان. هذا الذي كان في رمضان تدريب على قيام الليل بقية السنة. أن تكون صاحب عبادة هم قيام الليل وصلاة الفجر وفي المسجد وجماعة، وأن تقرأ وردك وربما تجلس إلى الشروق ثم تذهب إلى عملك فتكون أيضا في عبادة. إذا ذهبت إلى عملك فأنت حريص على أن تتقي الله عز وجل، على أن تقوم بقضاء مصالح المسلمين، على أن تحتسب في عملك أيا كان العمل، كنت عاملا أو مزارعا أو كنت يعني كاتبا أو كنت ما كنت، أنت تحتسب عملك هذا أن يقربك إلى الله سبحانه. هذا جزء في الحقيقة يعني مما يتعبد به العبد لربه سبحانه وتعالى، أن يكون تكون صاحب ذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، أن تكون صاحب تأمل، لك مجالس تتفكر فيها كما كانوا يجلسون تمنوا، هذا يتمنى الجنة وهذا يتمنى الفقه والحديث. هذا كله في الحقيقة وعاء العمل، هذا الزمن هو وعاء عملك، وأنت تعمل تعمل، ما في أحد يعني ينفك عن العمل ما دمت يعني في حياتك، فأنت تسير إلى ربك سبحانه وتعالى وأنت تغدو عليه غدا، وأنت موقوف بين يديه وأنت مسؤول. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إذن هذا الوعاء ينبغي أن تملأه خيرا، ينبغي أن تملأه ما يسرك أن تراه يوم القيامة، ما يحمدك الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. إذن أنت في طريقك إلى الله عز وجل معني بهذه المعاني، كلنا يسير إلى الله عز وجل، شابت منا شعور من شاب وكبر منا من كبر، نوشك أن نصل إلى ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان من حيث هو إنسان فيه يعني من طبيعة الطبيعة البهيمية والطبيعة الملكية وكيف نحدث التوازن بينهما، الهدف الذي نصبه الله عز وجل لنا من تحقيق العبودية والسير في الطريق الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمن الذي هو رأس المال والذي ينبغي ألا ننفك فيه عن طاعة الله عز وجل، وأن نسير دائما على مستويين، مستوى الطاعات وكيف تجتهد في يعني أن تزيد من الطاعة ما استطعت، مستوى المعاصي كيف تجتهد أن يعني تترك وتتجنب، وهذا معنى المجاهدة التي ينبغي أن يكون الإنسان فيها. من أعظم ما يعينك على هذا أن يكون لك صحبة صالحة. وهل آفة الناس إلا الناس كما قال ابن القيم؟ وهل ضل من ضل إلا بصحبته؟ وهل سعد من سعد
إلا بصحبتي. إذا سمعت عن أبي بكر وعمر فما أعظم يعني بركة بعد الإسلام أصابت أبا بكر وعمر إلا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول: جئت وأبو بكر وعمر، ورجعت وأبو بكر وعمر، وذهبت وأبو بكر وعمر. انتفع الشيخان بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الصاحب ساحب. وكيف يعني آلت بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع شرف يعني معدنه ومع عظيم مواقفه مع الإسلام والمسلمين، وحسبنا أنه هو الذي ربى نبينا صلى الله عليه وسلم وكفله وكان يحوطه وكان يدفع عنه حتى بعد أن بعث بهذه الرسالة. ومع ذلك ما الذي أضر به؟ أضر به صحبة أبي جهل، رجل صاحب أبا جهل، فكيف تنتظر؟ وكان زمان أبو جهل واحد، الآن في زماننا آباء جهل يعني كثيرون، ولا حول ولا قوة إلا به. مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، لما كان يحتضر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله. وأبو طالب يحب ابن أخيه جدا، إنه ولده الذي رباه، ويريد أن يقر عينه بذلك، لكن كان أيضا يقف في الناحية الأخرى على رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية، يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تارة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هو أضعف ما يكون عند الاحتضار، وهكذا كل إنسان ساعد خروج الروح يكون الإنسان في صراع من أشد أنواع الصراعات، هذا يقول له: يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله، وهذا يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم حزننا لهذا، لكن الله عز وجل ينزل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن قضية الصحبة، من تصاحب؟ عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، والمرء على دين خليله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: قل لمن صاحبك أقول لك من أنت. مهم جدا، الذي يصاحب يعني أهل الفسق وأهل الفجور لا يتصور أبدا أن يكون من أهل الصلاح، والذي يصاحب أهل الديانة وأهل الصلاح لا يتصور أبدا، لأن الصاحب ساحب. وقضية كل إنسان خصوصا في هذه الأزمنة الصحب، يصبح الرجل في المسجد ومن أهل القرآن وما شاء الله له شأن بين جماعة المسجد، ثم فجأة يبتعد، فإذا ابتعد ربما نراه بعد هذا بشهور في أسوأ حال: يا فلان ما الذي حدث؟ ترك المسجد وترك الجماعة وترك الأصحاب، وربما يعني جمعه أصحاب آخرون فذهبوا به إلى غير الطريق الذي كان ينبغي أن يسلكها. إن من أعظم ما تجعله أو ما تنفق فيه وعاء الزمن أن ترتبط ببيت الله عز وجل، أن ترتبط بالصحبة الصالحة، أن ترتبط بأنواع العبوديات، أن تسعى في تجديد إيمانك، في مراجعة دينك، في معالجة توبتك، هكذا يبقى العبد في طريقه إلى الله عز وجل. ومع هذا ليس أحد منا معصوما، سوف تعتري بعض الهنات، سوف يعني يصدر منه بعض الفجرات والغدرات، ما من أحد، لكن المهم أن يكون عندك ضابط، أعظم ضابط تسير به أنك كلما أحدثت ذنبا تحدث له توبة، فإنه كل بني آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خير الخطائين التوابون. لا نقول إننا بهذه المعاني نطلب رجلا معصوما لا يكاد يخطئ، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لكن نقول: كن حريصا على طاعة الله عز وجل مجتنبا لمعصيته، فإذا وقعت منك معصية فبادر بالتوبة. وما أحسن هذا الحديث الذي نختم به من يعني مما يرويه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم إن الرجل عاود فأذنب، يعني عاود الذنب، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل، وكأن الله تعالى أحب ذلك من عبده، قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم إن نفس العبد عاود مرة ثالثة، ماذا يفعل؟ لم يجد إلا ربه، قال: ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به،
قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. انظر، قد غفرت لعبدي فليفعل ما، ليس معنى من يفعل ما شاء يعني تجريء له على المعصية، لكن ما دام معه هذا الضابط وهو أنه كلما أذنب ذنبا رجع إلى الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أين يذهبون؟ هل عندك مكان آخر؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ الشيطان أحيانا يأتي يقول لك يا أخي أما تستحي، هو أنت كل مرة تغلط وكل مرة تذنب ونفس الذنب، وكأنه يعني يقنطك من رحمة الله. بعض الناس مع الأسف يصل يقول خلاص ما فيش فايدة، أنا لا هتوب ولا هستغفر، أنا يعني هالك هالك والعياذ بالله. هذه شبهة شيطانية، كلما أحدثت ذنبا فأحدث له توب. ما دام معك هذا الضابط قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، إذا أذنب فأحدث لذلك توبة وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان إذا عرف هدفه وسعى في هذا الزمن وهذا العمر في تحصيل ما يقربه إلى الله عز وجل يوشك أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وكل منا يوشك أن يصل في ختام رحلته بعد انتهاء مراحل الطريق إلى الله عز وجل، سوف نلقى جميعا ربا كريما رؤوفا رحيما، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. رب لا يتعظمه ذنب سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء، إن ربك واسع المغفرة. وهنالك إن شاء الله تعالى إذا كنت حريصا على تحقيق التوحيد فأبشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم فيما يرويه عن رب العزة، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. هذا ربكم سبحانه وتعالى، وهذا رمضانكم وزمانكم الشريف الذي تستقبلون بعده زمانا آخر. لا بد أنه حدث بعض الفتور، لكن هذا الفتور ينبغي أن يكون منضبطا بالضابط الشرعي، والضابط الشرعي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في السنن يقول إن لكل عمل، وفي رواية لكل عامل شرة، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لكل عمل شرة يعني ذروة النشاط. انظر في رمضان ماذا كنت تفعل، كم مرة ختمت القرآن في رمضان، كم ساعة كنت تقوم الليل في رمضان، كم يوم صمت في رمضان، كل رمضان صمته 30 يوما وقمت 30 ليلة وختمت يعني ختمات 3 أو 4 أو 5 أو 10، كل هذا لا يتفق على مدار الزمان. بعد رمضان حصل تراجع ولا في واحد زي ما هو؟ ترى كلنا تراجعنا، لكن التراجع قسمان، وإن لكل شرة فترة. الفتور بعد النشاط وارد طبيعة البشر، لكن الضابط الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. كيف تفطر إلى سنة؟ بدل ما تصوم كل يوم تصبح تصوم الاثنين والخميس 3 أيام من الشهر، الأيام المخصوصة، هذا فطور لكن إلى سنة. بدل ما تقوم الليل عامته تصلي ولو ركعتين، تصلي 4 ركعات، تصلي ساعة بدل 5 ساعات أو 6 ساعات، تصلي نصف ساعة، تصلي شيئا من الليل، وهكذا. هذا معنى الفطور إلى السنة. بدل ما كنت تجلس في المسجد ومعتكفا عامة الليل والنهار تكتفي بالصلوات الخمس، وربما جلست بعد الفجر إلى الشروق، بعد العصر إلى الغروب، جلست بين المغرب والعشاء في محاضرة. إذن أصل العمل موجود، وإن لم يكن بنفس الكثافة التي كانت في رمضان هذا نوع هداية. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، لكن الخسران كل الخسران أن تفطر إلى غير سنة فلا تصوم مطلقا بعد رمضان، ولا تقوم الليل مطلقا حتى يأتي رمضان الذي بعده، ولا ترتبط بالمسجد مطلقا، ولا يكون لك علاقة بالقرآن. هذا فتور لكن إلى غير سنة، وهذا نوع من الخسران. أنت الآن ممتحن
في هذا المعنى هذه الشحنة التي أخذتها في رمضان ينبغي أن تحافظ عليها إلى أن يدركك رمضان آخر إن شاء الله تعالى. وأنا أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يقيل عسرتنا وأن يلم شعثنا وأن يستعملنا فيما يحب وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. لأجل الوقت إن كنت تحب أنا ما عندي سريع لا بأس إن شاء الله. يقول بعض إخواننا أدعو الله على قدر استطاعتي ولكن أعلم في نفسي ذنوبا وسوء خلق، قد أبتعد عن بعض المواضيع لأنني قد أقع فيها وخاصة في مسائل الأخلاق. هذه قضيتك وقضية كل إنسان، إنه نفسه لوامة عنده صراع بين يعني لمة الملك ولمة الشيطان، كما قلنا بين الطبيعة الملكية والطبيعة البهيمية. إذا نشط وصاحب الصالحين ولازم المساجد ومجالس العلم يصبح عنده من حسن الخلق وعنده من الهمة في طاعة الله عز وجل، وإذا يعني رجع ويعني انصرف إلى أمور الدنيا يتغير خلقه ويتغير عباداته. هذا كل إنسان. حنظلة رضي الله عنه ماذا شكى؟ قال يا رسول الله إنا نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، يعني يكون شاعر أنه هو يعني طاير في السماء، فإذا تركناك ورجعنا عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات نسينا كثيرا. ولهذا قال نافق حنظلة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ليس على حالة واحدة. قال لو تكونون على الحال التي تكونون عليها عندي لصفحتكم الملائكة، لكن يا حنظلة ساعة وساعة. مش معنى ساعة وساعة ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني ساعة في الجامع وساعة في لا، ساعة وساعة يعني نفس معنى الحديث الماضي، ساعة فيها شرة في العبادة وساعة فيها فتور لكن منضبط. فيعني يعينك على هذا أن تكون متفائلا وأن تكثر من الدعاء لله عز وجل أن يثبتك وأن تصاحب الصالحين وأن تلزم المساجد وأن تجاهد نفسك إذا ساء خلقك، فأحدث ذلك توبة وعالج نفسك وجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد هذا الضابط في الحديث، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقى الخير ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. هذا معنى المجاهدة. إذن لا تيأس والله تعالى يثبتنا وإياك. حكم الانتماء لأحد الأحزاب أو الجماعات مع العلم بأنني أنتمي في الأعمال الخيرية فقط. إذا كان المقصود بالأحزاب أو الجماعات يعني التعاون على البر والتقوى وأن يكون الولاء لعموم المؤمنين وللمنهج الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد حزب سياسي نحاول أن نزاحم به المناهج التي لا تريد شريعة الله عز وجل، ننتخب فيه الصالحين وأهل الديانة ممن يعملون على صلاح الدنيا واستقامتها بالدين، هذا لا بأس به. أما إذا كان معنى الحزب أو الجماعة التعصب فلا أقبل إلا يعني فلانا أو الجهة الفلانية أو البلد الفلانية أو الشخص الفلاني، من حيث يعني لا أقبل الآخرين، وتصبح المسألة فيها نوع من التحزب والتعصب الذي يوجد الحزازات والذي يفرق ولا يجمع. هذه حزبية مقيتة بغضها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مجرد يعني تعاون على البر والتقوى من خلال قنوات هي مفروضة علينا الآن، لا بد أن يكون يعني لا نستطيع أن نوصل، وانظر كيف يعني صار لنا رئيس بفضل الله عز وجل، وصار لنا يعني أناس يعني في بعض الوزارات ممن يعنون بقيم الحق والخير والفضيلة من خلال هذه الأحزاب، هذا لا بأس به. فإذا كانت الأحزاب يعني بابا إلى التعاون على البر والتقوى، بابا إلى تحصيل الخيرات ومنافع الدين والدنيا مع يعني سلامة القلوب لجميع المسلمين، هذا لا بأس به. أما إذا كانت الأحزاب ستؤدي إلى أن نتنافر ونختلف ويعادي بعضنا بعضا ولا يقبل أحد منا إلا من جماعته دون الآخرين، فهذا معنى التحزب الذي يعني لا يجوز. إذن القضية مش في وجود حزب أو عدم وجود حزب، القضية فين؟ في الناس ومسالك الناس. ظهر في الآونة الأخيرة بعض طويلبة العلم يتطاولون على المشايخ والعلماء، فما هي النصيحة
مع العلم أنه قد يكون حديث عهد بالعلم، هذا لا يخلو منه زمان ولا مكان، هذا من الفتن التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. بعض الناس مع الأسف لعدم الخبرة يعني يتعجب، يقول كيف يعني يذم الناس يعني العالم الفلاني، وكيف يسبون الشيخ الفلاني، وكيف يقولون ذلك وهو من أهل العلم والفضل. لو أنك أبصرت لرجعت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بأنه ساحر شاعر كذاب مجنون، إنما يعلمه بشر، وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه شنشنة يعني عادة قديمة، في كل زمان ومكان أهل يعني الخير لابد أن يكون لهم من العداوات، كما أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلنا يعني لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، يكذبون ويلفقون التهم وينقلون الأباطيل ويشيعون الشائعات، حينئذ نقول لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثم ماذا يضرك؟ يعني أهل العلم والفضل لهم حسنات كثيرة، ومن موارد حسناتهم ما يقوله عليهم هؤلاء الجهال الأحداث الذين يعني لا يتقون الله عز وجل فيما يقولون. فإذا كان شيء من هذا فإنه يعني لابد، ومثل هذا مما يسكت عنه. وكما قال القائل لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. نحن لسنا معنين بأن نرد على كل واحد يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يلمز العلماء والمشايخ ويطعن فيهم، وكل واحد ينقل عنهم الأكاذيب والشائعات، وإلا لصار له يعني قيمة في المجتمع. مثل هذا يعني ذباب ما ينبغي أن تعبأ به. بعض الناس المحسوبين على التيار الإسلامي وبعض المشايخ يقولون إن هناك فنا يعني التمثيل والمسلسلات جائزا شرعا، كيف يكون ما حكمه؟ نعم، الفن إن كان المقصود به المعاني التي ترتقي بالحس ويعني تساعد على سمو الروح فهذا معنى صحيح، لكن لابد أن يكون في المباح. يعني من الفنون مثلا الشعر النظيف الطاهر الذي يدعو إلى الفضيلة. من الفنون مثلا أن الإنسان يعني يكون عنده ذوق معين، لو رسم بعض المناظر الطبيعية الأزهار والأشجار لا بأس بهذا. من الفنون الإنسان يكتب بعض يعني المعاني القصصية التي فيها تصوير للأحداث الواقعية، هذه كلها فنون. أما نقول أن من الفن مثلا الغناء بالمعازف وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن إشارة إلى تحريمها، فهذا لا يسمى فن. نقول الفنون الرقص مثلا ويعني التمثيل والكذب والخلاعة والمجون والعري والفحش هذا ليس فنا، حتى لو أسموه فنا. فالضابط هو ضابط الشريعة، ما أحله الله عز وجل فالأمر فيه واسع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع الشعر، وكان يحب الشعر، وكان الصحابة يقولون الشعر، هذا لا بأس به، وهذا لا شك فن من الفنون. أما الأمور المحرمة فسواء أسميتها فنا أو سميتها يعني ما سميتها، فالعبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالمعاني. وأعتقد أن يعني مثل هذا الذي يتعاطى هذه الأشياء، لو أننا أتينا برجل من هؤلاء أهل الفن المشهور الآن بالتمثيل والأغاني وقلنا له عند احتضارك كيف تحب أن تلقى الله؟ إذا قال لك والله أحب ألقى الله وأنا بغني ولا وأنا يعني بمثل ولا، يبقى مطموس البصيرة. لكن أنا قابلت كثيرا من هؤلاء في الحقيقة، أحيانا قابل بعض الممثلين في المطار، في يعني بعض مرة عند الكعبة أقابل واحد ممثل عند الكعبة وأمسكه وأكلمه، فلما تكلمه يقول لا 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 خلاص والله إحنا بطلنا النساء وهنشيل، هو من نفسه بيقول، بقول له يا ابن الحلال مش حرام اللي بتعمله، لا لا خلاص واحد مشهور متاع المسرحيات، لكن المسجد يعني يتنزه عن ذكر أسماء هؤلاء، يقول لي خلاص إحنا بطلنا النساء الفرقة بقت كلها، يعني هو عارف إن هذا كلام في الفطرة الإنسان يعلم، ولهذا لا يحب أن يموت على هذا. ولهذا دايما لما يعني المسألة تقرب بيكون عايز يحدث توبة. في مرة كنت أطوف حول الكعبة فلقيت يعني غلاما صغيرا مصريا يقترب من شيخ يمني، واليمني شيبة يعني رجل كبير مش عارف لهجة الولد المصري، فالولد المصري بيقول له يا عم هو التمثيل حرام؟ فالرجل اليمني مش سمعه مش فاهم، فأنا رحت لقيت الولد قلت له تعالى يا حبيبي انت ليه بتسأل؟ قال لي انا بسأل مش راضي يقول ليه. شوية وليت هذا الممثل جاي، يا حمادة يا حمادة مشهور جدا يعني،
فرحت ماسكه بقى، فهمت الولد، الولد ده ابنه، رحت ماسكه قلت له شوف ابنك بيعمل ايه، ابنك بيسأل التمثيل حرام ولا مش حرام؟ معناها ان انت خليت ابنك في صراع، الولد يستحي من زمايله في المدرسة ان ابوه فلان الممثل. يا اخي انصحك امام الكعبة اتقي الله عز وجل. قال لا والله خلاص وانا هترك هذا الامر، وفعلا هو ترك هذا الامر عدة سنوات، ويعني احترق بعد كده المسرح بتاعه، ثم انه رجع. لكن يذكرون دايما شوية يترك النساء وشوية يعني صدان يغفر لنا ولكم. الشاهد انه كل واحد من هؤلاء في قرارة نفسه بيكون عارف في الحقيقة ان هذا ليس يعني الفن الذي يصح ان يلقى الله عز وجل به. وهذه مسائل معلومة بفطرة يعني كل مؤمن. أسأل الله تعالى ان يعني يصلح قلوبنا وان يجنبنا تلبيس الشياطين، شياطين الانس والجن. والحق واضح وابلج، ولو جاء من جاء في مسجد من المساجد وقال ان هذا الذي يفعلونه حلال، فهذا لن يكون يعني بمجرد كلام احد من الناس، لن يكون الحلال حراما ولن يكون الحرام حلالا. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، والانسان على نفسه بصيره. اسال الله تعالى بمنه وكرمه ان يتوب علينا توبه نصوحه، وان ياخذ بايدينا اليه، وان يهدينا بنوره اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله